أحلى 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 صباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مدينة ألمانية جديدة ألا وهي مدينة بلومبيرغ. لاحظوا كلمة بيرغ في كل أكثر المدن، بشوف لأن هذه مركبة، الكلمة مركبة. برودة برودة الصراحة، درجة الحرارة 4 واليوم 16/3/2017. نتقاطع عن غرب وبنتقرب زيادة بعد. يلا وراي واحد واحد. الجسر نواصل من زاوية ثانية، ناخذ هاللقطات العجيبة والجميلة. وهذا هو المبنى اللي مثل ما أقول لكم عطاني الضربة الغاضية للوصول لهالمدينة وشجعني أكثر أني أوصل لهالمدينة. أنا شفت الصور بصور لكم الحين من بصور لكم من جزء من مكان ثاني، بكمل التصوير من الجسر هذا. هذا أهم جسر في هالمدينة، وهذا المنظر، هذا المنظر اللي قتلني قتلة الشاه بأنياب الذئب. هذا هو المنظر العجيب، وتستاهلونه يا أيها الخير. هذه المناطق يا اخوان يعني كثير من المدن الألمانية يعني اذا قدرنا نقول مظلومة من السائل العربي. قلت ليش يركزون على المدن الكبيرة فقط؟ فما نبالغ بصراحة اذا قلنا مظلومة اعلاميا ولا ما يهتمون، ما ادري شو السالفة. التقاطه من الشارع الرئيسي السيتي سنتر. يا خسارة النافورة مو مشغلينها. هذا المكان المهم في المدينة واللي جابني هذه النقطة، وبصور لكم البيت هذا من جهة ثانية. هي كانت الضربة الغاضية لي اللي سحبتني لهالمدينة. هاي نروح مركز المدينة، محلات الشارع الرئيسي. نواصل تصويرنا لمدينة بامبرغ الجميلة.
نواصل أخذ اللقطات. مبانيهم عجيبة والرسومات اللي عليها اللي يحب الدلال والصحون. نواصل تصوير هذه اللقطات من مدينة بامبرغ. لحظة تصور عمرك بقهوك على ضفة النهر، عامل لك جلسة هني، ترد الروح لو فيك نفسية تطلع منك كل العقد. اسمحوا لي بس أنا أشعة الشمس، كل ما أروح يمين تيني الأشعة. هذا عشان تأخذ جولة في النهر، بس لين الحين ما شغلوا، الساعة 9 ظني يفتحون. نواصل. وهذه لقطات من شارع التسوق في بامبرغ، مدينة جميلة وتستحق الزيارة وبقوة، خصوصا انها قريبة من نورنبرغ. مدينة نورنبرغ من المدن الكبار، تقدر تجيها بالقطار، وبعدين فيها مطار اوروبي. اما شتوتغارت طبعا فيها مطار عالمي واوروبي في نفس الوقت، تقدر تجيها من اي مكان. واللي يحبون الغابة السوداء وما يقون يكلفون على عمرهم ينزلون في شتوتغارت، مطار عالمي، تجيه الطيارات من جميع انحاء العالم. الناس دائما يحجزون على فرانكفورت، ترى فرانكفورت نوعا ما بعيد عن الغابة السوداء، لكن شتوتغارت عاصمة الغابة السوداء واكبر مدنها، وقريبة من 100 كيلومتر تروح الى بادن بادن، 150 افتكر ولا 155 الى المدينة الفرنسية ستراسبورغ. فبس مشكلة ان مو كل الطيارات تنزل شتوتغارت، لكن اكثر الشركات تنزل فرانكفورت، هذه المشكلة. عموما هذه نهاية شارع التسوق، وهاي تغطية عن المدينة، هاي غطيت انا اهم ما فيها، وانصح بزيارته وبقوه لو المبيت فيها ليله تستاهل. تحياتي للجميع، وان شاء الله ان شاء الله اني انقل لكم الشيء المفيد والحلو واللي يستاهل اذواقكم بصراحه. نواصل. اول الصبح الساعه 7 صباحا، بلده بامبرغ.
أتمنى يكون التصوير واضح وجلي. هذه الكاتدرائية ثانية. نواصل. طبعا هالمدينة قريبة من نورنبرغ، 30-35 كيلومتر شمالي نورنبرغ. إن في المكان المهم في المدينة اللي هو الدوم، أو اللي مثل ما تشوفون دائما يسمونها الكاتدرائية الرئيسية، وهذه ساحة هذه ساحة الكاتدرائية. لما يقول لك الدوم مركز المدينة، تركب تاكسي في أوروبا أقول للدوم، يعني معناته أهم مكان في المدينة. مثل ما قلت لكم قريبة من نورنبرغ، المدينة المشهورة في أيام، خصوصا أيام الحرب العالمية الثانية، اللي تعمد الحلفاء أنهم ما يدمرونها بسبب التقاطة ثانية. طبعا أيام الحرب العالمية الثانية تعمد الحلفاء أنهم ما يدمرون مدينة نورنبرغ اللي قريبة من هالمدينة هاي. ليش؟ لأن عشان تكون مغر قيادتهم ومغر المحكمة اللي بيحاكمون فيها الشرذمة اللي ساعدت هتلر، سواء عسكريين ولا مدنيين، اللي بتم القبض عليهم في هالمدينة هاي. يعني قصدي مدينة نورنبرغ، مو بهاي المدينة طبعا، لأن هاي قريبة من نورنبرغ، وأنا كان لي زيارة سابقة لنورنبرغ ولي تصوير لها، وأفكر إني أروح أزورها مرة ثانية. مدينة جميلة وكبيرة، لكن اليوم في ألمانيا ميونخ سحبت البساط عن كل المدن الألمانية. ليش؟ لما تحتويه من أشهر المستشفيات، كذلك لقربها، يعني مطار ميونخ ومدينة ميونخ أقرب مطار وأقرب مدينة دولية ليه، أهم المدن النمساوية. يعني تبغى تزور أهم المدن النمساوية تنزل في ميونخ، وبعدين اليوم أصبحت مغر لجميع الشركات المشهورة وغير المشهورة في ألمانيا اللي هي ميونخ. طبعا بلد تسوق، بلد فيه جميع المطاعم، جميع الأذواق والكوفيات، الشركات العالمية تتسابق لتواجد فروع لها، والبنوك كذلك. نواصل. نواصل تصويرنا. طبعا يا اخوان لما نتكلم عن تاريخ هتلر الدموي، واللي بسببه ماتوا ملايين الناس، واللي بسببه وصلت المجاعة لمناطق شاسعة من العالم، فهذا انسان اللي قلنا عنه مجنون شوي في حقه. يعاهدك اليوم ويوقع معاك معاهدات السلام، واليوم الثاني يغزيك ويحتل بلادك. واصل مع العمال اللي بيصلحون، عندهم تصليحات في المكان. يا رب ما زلنا في بامبرغ الألمانية. صباحكم الله بالخير ويوه الخير من الأماكن الجميلة هنا في نورنبرغ، هالحديقة الحلوة فان بارك. بس حالياً
مفتوحة جزء منها اللي عنده عشان الجو البارد، المفتوح الجزء المغطى حديقة فيها ألعاب، فيها خصوصا للمسابح وللألعاب المائية اللي في نورنبرغ. هذه خارج نورنبرغ، الحديقة خارج نورنبرغ. نشوفهم من هالجزء كله حين مسكر. حديقة جميلة جدا في الصيف، خصوصا في الصيف إذا كنت في نورنبرغ بحط لكم الحداثي. هذا الحداثي، اسمحوا لي إذا مش واضح خبروني أقول لكم. حياكم الله يا جماعة وصبحكم الله بالخير. إخوان جتني تساؤلات كثيرة عن هالقطعة. هذه القطعة يوم تتأجر أكثر عن شركات التأجير يعطونك أوبشن أنك تبغي تأجر عندهم قطعة واي فاي، هذه تشغل إلى 7 إلى 8 أشياء فقط داتا بدون اتصال طبعا. وبعدين يخيرونكم، بعض الشركات يعطونك إياه في اليوم 10 يورو وبعض الشركات 7 يورو على حسب الشركة. وانت باختيارك يعني افضل 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 لك من انا. اجرت مع السياره بصراحه، انا كنت ماجر سياره اوبل لكن يوميه لقيت السياره غير عادي فقلت ما ابغي غير اوتوماتيك وديزل، اجرت هاي طلعت مع القطعه 110 يورو لليوم طبعا. اظني حسبوا لي هذه ب 10 يورو اظني حسبوا لي، والله ما تاكدت لكن يعني تقريبا ب 10 يورو بتكون. بالنسبة حق سيارة السيارات ديزل أفضل